الحيوية تأتي من ثقتك بمظهرك، ولكن هل تعاني مما يعكر صفوك؟ هل تفسد بقعة التعرق عليك يومك؟ رغم الإرباك والإحراج، إلا أن العرق ضروري لتنظيم حرارة الجسم وتخليصه من السموم، ولكن ارتفاع كميات العرق المصحوبة بالرائحة الكريهة والبقع يعدان مشكلة تعاني منها بصمت. تغلب على ما يزعجك ودعنا نساعدك من خلال ميرادراي، التقنية الثورية الخاصة بعلاج التعرق في منطقة الإبط وبنتائج دائمة. ففي عيادتنا المتخصصة نوفر هذه التقنية بعد استشارة طبية مفصلة، وبعد التحضير في غرفة العلاج نقوم بوضع دهان مخدر تجنباً لأي نوع من أنواع الألم خلال عملية حقن التخدير الموضعي، ومن ثم يتم التعقيم بعناية. تحضيرات بسيطة لا تصاحبها أي مضاعفات.